إيران تراقب تحركات السوداني وسياسته. واضح من شذرات هنا وهناك أنه السيد السوداني يريد التقرب أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من موقف وفي أكثر من تصريح. تعتقد إيران وحلفاء إيران يدعمون هذا التوجه؟ وهل لإيران مصلحة بأن تكون علاقة السوداني الذي هو بالأصل من الإطار ويمثل حكومة الإطار أن تكون لديه علاقات قوية مع الأمريكان، أو يتم إعادة صياغة علاقات أقوى من المراحل السابقة سيصب في مصلحتها، أم سيكون لها موقف آخر؟ يعني وجهة نظري أكثر رئيس وزراء واضح بشأن العلاقة أو دور العراق في علاقته مع إيران ومع الولايات المتحدة الأمريكية هو السيد السوداني. هو يعتقد أو أبلغ الأمريكان أن كل من يقول لكم بأنني سوف أكون يدكم وأكون معكم في مواجهة إيران فهو واهب، أو هو لا يريد أن يتحدث معكم بصراحة. وبالمقابل أيضا عنده وجهة نظر من مع الإيرانيين بأنه لا يمكن أن نذهب تماما مع ما تريده إيران. النقطة المهمة بهذا الموضوع أنه هو مدرك تماما إيران عن طريق أذرعها، عن طريق حلفائها، عن طريق من يتفق معها، هم من أتوا به إلى الحكومة وهو جزء من هذه الإطار التنسيقي. وأيضا مدرك تماما عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من المفاتيح التي ممكن أن تضغط على الحكومة وممكن أن تفشل الحكومة وممكن أن تكون أداة ضغط. بمجمل الحديث أنه السيد السوداني الآن يلعب على ورقة التوازن، لا يريد أن يقدم نفسه على أنه أمريكي ولا يريد أن يقدم نفسه على أنه إيراني، لكن هذا حقيقة مسك العصا من الوسط. إذا كان الإيرانيين الآن مقتنعين به وإذا كان الأمريكان أيضا مقتنعين بهذا الدور بهذه الفترة تحديدا، يبقى السؤال الأهم عنوان دولة اسمها العراق ورئيس وزراء العراق ماذا يريد للعراق أن يكون. واقع الحال هو هذا اللي موجود. نعم. تعامل بكسر عظم أو لي الأذرع غير منتج لا للحكومة ولا للشارع ولا للمواطن ولا للدولة بالمجمل بالنهاية. لكن بالنتيجة النهائية كيف ممكن الانتقال نحو خطوة أقوى بحيث يثبت وضعه؟ هذا ما في مجال إلا أنه يكون مستفيد من الطرفين لتثبيت وضع حكومته لخدمة الشارع، حتى الشارع يقتنع على أن هذه الحكومة ما محسوبة على طرف ولكن تتعامل بمنطق دولة، منطق دولة وتراعي التوازنات وتراعي مصالح الدولة، وين مو تراعي مصلحته والله يريد يبقى ولاية ثانية لازم يرضي الأمريكان ولازم يرضي الإيرانيين. هذا ما يصير ولا يوصل ولذلك يوصل لأي واحد.